بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. متابعي القناة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. ملعب عمر حمادي في بلوغين، هذا الملعب الذي يقع في الجزائر العاصمة يعد معقلا لفريق اتحاد العاصمة. الملعب تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 14,000 متفرج، وهو بأرضية ميدان ذات عشب اصطناعي. قامت لجنة تأهيل الملاعب منذ أيام قليلة بالزيارة للملعب، حيث قامت هذه اللجنة بعدم تأهيل الملعب، وهذا لعدة أسباب من بينها تهاكل مدرجات الملعب والتي أصبحت تشكل خطر على المناصرين، هذا حسب تقرير اللجنة. وإذا عدنا إلى الملعب، فالملعب يقع في موقع استراتيجي رائع ورائع جدا كما تشاهدون، وهو محاذي للبحر. الملعب من المفروض أن يتم إعادته بالكامل، ونحن نقترح على ولاية الجزائر العاصمة وكذا مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر بهدم الملعب وإعادة تصميمه بالشكل الذي هو أمامكم، حيث يمكن أن يصبح الملعب بهذا الشكل بكل سهولة، وهذا من خلال هدم الملعب بالكامل وإعادة بنائه بهذه الطريقة، حيث يمكن تغطية الملعب بالكامل وجعل أرضيته ذات عشب طبيعي ويصبح معقلا لفريق اتحاد العاصمة، ويحافظ على الموقع الهام الذي يقع فيه والذي يعد موقع رائع ورائع جدا، خاصة وأن فريق اتحاد العاصمة هذه السنة لم يجد ملعب يستقبل فيه منافسيه، وهو يتجه للاستقبال في ملعب الدار البيضاء. لهذا يجب على السلطات المحلية لمدينة الجزائر العاصمة إعادة تأهيل هذا الملعب، وتكون بهدمه بالكامل وإعادة بنائه بطريقة احترافية. هذا ما أردنا أن نقدمه لكم في هذا الفيديو عن ملعب عمر حمادي في بلوغين، والذي يقع في الجزائر العاصمة، ويعتبر من أقدم الملاعب المتواجدة في الجزائر، وهو يعد معقلا لفريق اتحاد العاصمة.